نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن اليوم الرياضي لمملكة البحرين يعكس مدى رعاية واهتمام جلالة الملك المعظم بالقطاع الرياضي الذي يشهد تقدما نوعيا وحقق العديد من الإنجازات الدولية بدوره أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة على الإنجازات الرياضية. الرياضيه والشبابيه التي حققتها مملكه البحرين بمتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تاتي نتيجه لما توليه المملكه للقطاع الرياضي والرياضيين